بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم مديريتنا مديرية صيانة مشاريع ري وبزل واسط ضمن خطة أعمالها لعام 2024 بمجموعة أعمال تتمثل بأعمال تبطين قناة الدجيلة المتفرعة من أيمن نهر دجلة بتصريف 42 متر مكعب بالثانية، حيث قمنا بتبطين لغاية الآن كيلوين ونص أوشكت على الإنجاز إن شاء الله. كذلك عندنا أعمال تبطين لقناة الحسينية باشرنا بها بالفترة الأخيرة بالمرحلة الأخيرة من قناة الحسينية والبالغة حوالي 4 كيلوات و600 متر، إضافة إلى أعمال التطهيرات السنوية للجداول والمبازل حيث تم إنجاز 1150 كيلو متر طول، وكذلك أعمال إزالة نبات الشمبلان حسب الإصابة حيث صارت عندنا مجموعة أعمال في جنابية الحي والدجيلة وباقي الأنهر، إضافة إلى أعمال المراقبة الدورية لأعمال لعمود نهر دجلة من الإصابة بنبات زهرة النيل بمسافة طولية حوالي 300 كيلو متر طول، وكذلك على نهر الغراف وأنهر السوادة والبتار والدجيلي، إضافة إلى أعمال إزالة البحيرات المتجاوزة في عموم المحافظة وأعمال معالجة الشحة المتمثلة بمتابعة الإسالات وتنظيف ممصات الإسالات. رئيس مهندسين أقدم كاظم سلمان جبور، مدير صيانة مشاريع ري وبزل واسط.